السلام عليكم ورحمة الله الجفلاون، مرحبا بكم. نظن بلي درك صوت راه مليح. الرضا قولا انا شاتون سالو مصطفى دحماني، وعليكم السلام ورحمة الله. اسكو الصوت درك راه مليح؟ ماذا بكم تقولوا لنا؟ ننتظروا. نورمالمون راه مليح، نورمالمون. الوغ سي رضا 10/10. ايوا نصر ودي زاد يعطيك الصحة. سعيد القديري جماعة كامل راهو هايل، وانتم هايلين، بارك الله فيكم. الوغ السلام عليكم ازف الاول، مرحبا بكم. الدقيقة الأخيرة اليوم الصباح يضرب التليفون في ليليزي يقولوا لهم ماذا بكم تأجلوا الزيارة؟ ماشي تأجيل زيارة، يا إلغاء زيارة بدون تقديم أي عذر. يومية لو فيغارو ولايف بي اللي علنوا على إلغاء الزيارة معتمدين على مصادر جزائرية وفرنسية، يقولوا أنه كلا المصدرين ما عطاوش مبرر لهذا التأجيل، اللي هو في الواقع ما هوش تأجيل، لأن نفس المصادر تقول ما كاش تعيين تاريخ آخر، والتأجيل هو لما تعيين تاريخ آخر، قال نأجلها للتاريخ الفلاني، وهذا مش اللي تم، قال نأجلها إلى أجل غير مسمى، يعني هذه تلغى، هذا إلغاء. وبالتالي إلغاء هذا الزيارة جاء حسب مصادر جزائرية مطلعة، جاء من عند العسكر، لأنه ما كاين حتى مبرر موضوعي باش تلغى هذه الزيارة، خاصة وأنه هذه تبهديلة قدام الناس. قال صح في بعضهم ياكلوا بعضهم، ولكن اليوم قدام الناس عندك دولة، وهذه زيارة دولة اللي باش يقوم بها تبوي، ماهيش زيارة هكذاك برك، زيارة عمل، زيارة دولة، موجدين برنامج نهار اثنين، يعني لول بارح برك، لول بارح جاء جات مدام أن ماري ديكوت الأمينة العامة بوزارة الخارجية، وكان معها وفد مكون من إطارات من ليليزي، من رئاسة الجمهورية، وآخرين من وزارة الخارجية، ما جاوش يدرسوا الملفات اللي باش تتناقش، ما كان حتى ملف يتناقش، ما كان والو. الحكاية ما فيها أنه ماكرون حاب يعرض تبون ماذا به يروح لفرنسا في زيارة الدولة، ودايرين له يعني هيلمان كما تكلمنا البارح، دايرين له واحد برنامج تاع الدول اللي فريمون صديقة تاع الصح. كما هضرنا البارح كان يعني العصابة تصرفاتها مع فرنسا ما هيش تاع اللي دير لها برنامج كيما هذاك، ما ديرش راه يديرها برنامج، ولكن قال معليه ماكرون، قال ايا نكبروا بيهم وكذا وكامل، باسكو باش من اللور يضربوا فيها دي كونترا، دي كونترا كوميرسيو. ف دونك ما كان حتى مبرر باش تلغي دقيقة الأخرى. هذا كل شيء واجد. الفرنسيين ماشي هما اللي أجلوها، لأنه ما تجيش أنه يعني فرنسا مجدة وكذا كامل، ومن بعد يقول لك دقيقة الأخرى يقول لك لا ما تجيش يا سي تبون بطلنا. سوف كي يقولوا له لا انت موسخ، وراح توسخنا معاك، وانتم نظامك مش شعبي. ما عندهمش الجرأة يديروها الفرنسيين، ما عندهمش الجرأة هذه. ولكن
الجزائر عندهم مبرر، هو أنه وهذا المعلومات اللي تفجات، يقول باللي تبون لما شاف باللي ما هوش مدعو، ما بعثولوش دعوة للزيارة هذه، ما هوش معني بالزيارة، ثم رح يقعد في الجزائر وتبون يروح وحده. هو في باله يلزمون يروح تبون يروح هو، حتى كي يروح يتجوز ساعة الباك يمشي معاه، يروح يستقبل السبورتيف يمشي معاه، ديما حاضر. معنى باش بلي قائد أركان ماهوش نائب رئيس، حتى نائب الرئيس ما يمشيش، واحد يمشي، يكون هذا واحد يمشي واحد. دونك شاف روحو ماهوش معني بالزيارة، قال ما تمشيش، هكذا ما تمشيش. هنا يبين لك حكم العسكر في واحد يدعي انه رئيس جمهورية، ويعرف لي ولا شعب انتخبه، ولا كان عنده حزب سياسي اللي رشحه، ولا كان عنده قوة سياسية، ولا كان نشط، كان عنده نشاط سياسي، ما عنده والو. حطوا القايد صالح، مام كي جاوا بعد العسكر حبوا ينحيوه، حبوا يحطوا واحد اخر، عز الدين ميهوبي، بطلت تبون، قال القايد صالح قال متبون، ما كانش واحد اخر. الوغ اليوم راهو دعوة كبرت، قولوا ما تمشيش. وعلاش ما تمشيش؟ لانه تبون شنقريح ماهوش في البرنامج بزاف. شنقريح بالنسبه ليه يلزم يكون في كل زيارات تاع تبون، يلزم يكون في كل الزيارات، وخاصة مع الفرنسيين. احنا شفنا لما جاء ماكرون شنقريحة كان في كل اللقاءات، في كل حاضر بارتو. بصح انا راك في بلادك، انتم اللي عرضتوه وجبتوا الاخر، وعرضوا قائد اركان الجيش الفرنسي. فرنسا ما عرضوش قائد أركان الجيش الجزائري، لأنه بالنسبة لها زيارة سياسية. ما كانش مبرر آخر، اللي عنده مبرر يوضحه لنا، اللي عنده مبرر يوضحه لنا. نستناو بلاغ رئاسة الجمهورية، أسكو يعلنوا ولا لا؟ دابا أسكو يعلنوا على الإلغاء ولا ما؟ نشوفوا صحافة بودورو، إلى حد الآن ما كان حتى أخبر نضربوا دورة، نروحوا نشوفوا الشروق مثلا، لأنه هذا من المفروض تو تسويت يتمد، هذا خبر عاجل. الشروق يتكلمك على مؤشرات سوق السيارات، الجزائر تحرك على مستوى 4 منظمات دولية لحل أزمة السودان، إيه يا أخي على يا أخي، تونس مداهمة منزل الغنوش باعتقاله، وهذا تعليق النهضة. النصري يدافع عن اللاعبين الصائمين في فرنسا، عادي. السائب الافريقي يتحج بالمرض والقاضية تصر على المحاكمة. دونك نروح نشوفوا جريدة أخرى تاع صحافة بودور والبلاد، قادر بودور تسيبوا والو، كان حتى خبر، كان والو. الرئيس تبوني بعت برسائل للأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في مسعى مشترك وموحد من أجل وقف الاقتتال في السودان. يا ولدي أنت مش غالك، زعما يطلع للسودان ولعبة، واش داك؟ ما كان حتى شيء. زيدوا نشوفوا، يعني نشوفوا الصحف أخرى، الحياة كان الموقع تاعهم موقف منذ مدة،
منين ما فيهش لا بيب دونك ما يهمهمش الحياه تاع تاع موني حاجه على موني حياه مادام ما كاش موني ما كاش لا بيب ما حاسوش على الموقع. جريدة الزيغو رئيس الجمهورية ورئيس الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول الأوضاع في السودان. فوالا ألور ما كان حتى شيء في كل الصحف تاع بودورو كل الصحف تاع بودورو ما كان حتى شيء. هذا يدل على انهم يستناو اوامر صحافه تمشي بالاوامر. تعرفوا الخبر شاع خلاص الخبر شاع بارتو يعني هذا ما صحافه بدور ما يتكلموش لانهم ما عندهمش باش يبروا هذا الالغاء وهذه تعتبر اهانه للجزائر تطيح قدر يعطي الصورة تاع شي دولة تاع إصحابتها متسك قال لا ما يجيش وعلاش ما يجيش هكذا ما يجيش. هي كاين مصدر آخر يقول من أسباب تاع إلغاء الزيارة أنه تبون ممنوع من مغادرة التراب الوطني. نعم بما انه بزاف راهم الاف الجزائريين ممنوعين من مغادره التراب الوطني، العسكر راهم مانعين من مغادره التراب الوطني، وهذا باين وواضح من خلال الفتره اللي مرت منذ اجتماع الكوب 22 في مصر في شرم الشيخ، وين تبون غادر الاجتماع قبل النهايه تاعو، حضر نهار واحد، تعشى مر العشاء هرب في الطيارة وروح قالوا له العسكر ادخل توت شويت ما يحكمش في روحه ما يحكمش في روحه العسكر قال له تي غادر توت شويت دخل توت شويت كاش هدر. من هذاك النهار تبون ما زادش خرج بالرغم انه كان في عدة مناسبات دولية باش يخرج باش يحضر منهم قمة افريقية دائما يروح يمثل الوزير الاول وعلاش هذا الشيء هذا كاين تفسير وانه تبون اللي يحب زعما يلعب دور على الساحه الدوليه وكذا باش يدير اسم العسكر يقولوا نيات باش يبقى راهين بين أيديهم ما عنده حتى معرفة في الخارج ما عنده حتى علاقة في الخارج ما عنده حتى والو ريان ديتو وداير ما عادش يستقبل ما عادش يعرض رؤساء دول أجنبية سي تيرميني يعني حتى رئيس دولة أجنبية يجي ما بقاتش مبقاش وعلاش باش يبقى راينا بين يديهم. من جهة تبون لم يخرج يوم واحد إلى ولاية واحدة في الجزائر ما خرج حتى ولاية ما قام حتى زيارة حتى ولاية الجزائر ما قامش ما قامش بزيارة ليها ولاية الجزائر يعني قدامه كاش. تبون لم يضع الحجر الأساسي لأي مشروع ولا مشروع واحد حط له الحجر الأساسي. المشاريع اللي جاهزة ما خلاش يدشنها مثل مطار الجزائر لم يدشن مطار الجزائر لم يدشن من 2019 كان باش يدشنوا بوتفليقة في أفريل 2019 مع المجد ما دشنش المسجد الكبير لم يدشن وعرفنا دركو علاش لأنه هذا عملاق هذا إنجاز عملاق وهذوما أقزام ما همش قادرين
يسيروا مكتبة ب 15 طابق 15 إتاج في المكتبة تاع المسجد الجزائر، ما فيهاش كتاب، ما جابولهاش كتاب، ما جابولهاش عساس واحد. كل المرافق اللي موجودة داخل المسجد ما فتحوها، ما جابوا خدامين، ما جابوا حتى إدارة، ما كانش الإدارة، كان والو، لأنه برنامج إنجاز عملاق عجزوا على تسيره وراه مخليينه وتبون ما يدشنوش. يكمل 24 يرفض صباط ويمشي وما يدشنوش. ملعب الرقي تم تدشينه لأنه شان، من المفروض ملعب عنابة اللي تعاود ترمم تعاود من جديد وكذا عبدو داروه، ملعب 19 ماي من المفروض يروح يدشنو، ملعب تيزي وزو ما يدشنش، ملعب وهرم تم تدشينو بسبب الالعاب البحر المتوسط، وحتى لما دشنو دشنو خفية كما استطاع برقي، دشنو خفية بعيد عن الجمهور. تبون عايش سجين رهينة بين أيادي العسكر. زادوا اليوم اللي يعني المفروض راجل داروا له سيارة، كانوا قال حبس من الأول من الأول قال ما كان لارين برمجوا سيارة، ما تخليش الناس تجيك 15 يوم قبل الزيارة. هذاك هو يقول لك هاي الترتيبات اللي درناها، هاي الترتيبات اللي درناها شوفوها. لما شاف الترتيبات العسكري شافوا صابوا ولا شيء مبرمج لقائد الأركان، ولا شيء مبرمج لقائد الأركان، وقال الأركان ماهوش في قائمة المدعوين، قال لا ما تروحش. هل هالشي عمره ما صرا في العالم يا ناس؟ الجزائر صارت عرت البلدان، الجزائر عرت البلدان. نالجيري دوفوني لا غيزي دو موند، نعم نالجيري دوفوني لا غيزي دو موند. داير من بعد راح ندير كلمه بالفرنسيه الاخوان اللي ما يهمش نتكلم نحن عربيه، وباش ثاني هذه الكلمه تمشي طول عند السلطة الفرنسية باش يعرفوا ما هي أسباب الإلغاء، لأن ما حبوش يقولوا لهم واش قالوهمش، قالوا أون ريبورت ومن بعد نقولوا لكم. يا با دو ريبورت، التأجيل لما تحدد موعد، لم يحدد موعد، إذن إلغاء. لماذا الإلغاء؟ لم يذكر السبب، السبب معروف العسكر، العسكر وعلاش؟ لأنه شنقريحة ماهوش مدعو. بنا صلينا عليه. ألو، من جهة تلغى الزيارة، من الجهة الأخرى نقطة أخرى جدا مهمة، أنه البارح كان مبرمج تبون باش يروح المسجد الكبير، ماشي مسجد الجزائر، مسجد على بيشبي، باش يحضر حفل تعليل القدر، السهرة الدينية لأول مرة، ما حضرش. بعد الجينجل نقول لكم علاش ما حضرش. إيه نعم، هذه ثاني نقطة جدا مهمة بعد الجينجل. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.